اتفاق على مراحل، بدايته عودة الثقة المفقودة بين طرفيه الرئيسيين، أي واشنطن وطهران. هذا ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي كشفت أن مسودة الاتفاق تتضمن 4 مراحل لبناء أرضية أولية مشتركة وعملية تنفيذ تدريجي مؤلفة من فترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما. أولى المراحل التي أوردتها آراتس يطلق عليها اليوم صفر، أي اليوم الذي يتم فيه التوقيع. المرحلة الثانية تتطلب موافقة الكونغرس بمجلسيه وبأغلبية بسيطة خلال 30 يوما كحد أقصى من عرضها عليه، وللرئيس الأمريكي الحق في استخدام الفيتو لتمرير الاتفاق إذا رفضه الكونغرس الأمريكي. أما المرحلة الثالثة فتعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد 60 يوما من موافقة الكونغرس أو تمرير الاتفاقية من قبل بايدن. في هذه المرحلة تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإبلاغ مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار العودة إلى الاتفاق رسميا. وهنا مشاهدينا تبدأ المرحلة الرابعة بإعلان أمريكي إيراني مشترك بالالتزام بالعملية بعد 60 يوما أخرى. أما الإطار الزمني لدخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ بالكامل فحددته المسودة ب 165 يوما، حينها تعود الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاقية ويبدأ رفع العقوبات المتبقية والسماح بالتجارة مع إيران مقابل إزالة البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم. وبحسب هآرتس فيسبق توقيع الاتفاقية إنهاء صفقة إطلاق سراح سجناء أمريكيين لدى إيران مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في حسابات بنكية دولية مختلفة.